فالدقه دي احنا بنجيبها من ايه؟ النوى بتاع المشمش اللي بيسموه اللوزه، بطلع من النوى ده اسمها اللوزه، بس بقى بنضيف لها حبه مكونات كده محترمين عشان يطلع منها دقه محترمه. كوبايه نوى مشمش مقشر اللي هو اللوز بتاع المشمش، ماشي؟ وكوبايه سوداني خلاص؟ وكوبايه نص كوبايه سمسم، نص كوبايه كزبره ناشفه ناعمه، نص او عادي لو ناشفه عليها مش لازم تكون ناعمه، كده كله هيتطحن مع بعضه. ربع كوبايه من الملح، ربع كوبايه كراويه، زر ورد برضو هناخد حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه، ومعلقه زر الورد ده موجود عند اي عطار هتلاقي زر الورد ده موجود، ماشي؟ وفلفل اسود، وهناخد معلقه كبيره فلفل اسود برضو، تمام؟ تعالوا بقى نحمصهم. هناخد اول حاجه الايه، اللوز بتاع المشمش، نحطه في طاسه كده ونحمصه. احنا بنعمل دقه، دي بقى بتتاكل مع ايه؟ مع كل حاجه، مع كل حاجه الدقه دي. السوداني حط بقى كله مع بعضه، السمسم، كراويه، طبعا زي ما قلت كل اسره ليها ايه؟ ليها حاجاتها، كزبره ناشفه، عصب بالمربى، حمص بقى كل ده كده كويس، نشم ريحه الايه؟ شم ريحه الكزبره، شم ريحه الكزبره. تمام؟ هناخدها بقى كده هنا، هنحط عليها الباقي، زر الورد والملح ربع كوبايه، حبه زودي شويه زودي، وشويه شطه معلقه كبيره او اكتر، وفلفل اسود معلقه. فهو ده. فعشان من هنا بقى انتشرت في المشمش دي، احنا عندنا في المشمش مش والله ما عامله لك حاجه. في المشمش ان شاء الله استناني بقى. بس هي كلمه فعلا متداوله ان هم موقفين كل حاجه بيعملوها في حياتهم على ايه؟ موسم المشمش. مش هنشتري اي حاجه غير موسم المشمش. هنطحن بقى كل كمية الدقة دي مع بعضها، وهقول الدقة دي من ايه تاني. Thank you.